راح أطالبك على الهواء مباشرة أن تعطيني دليل أو قصة أنه فعلا وزارة النفط الآن تصدر أكثر مما تبلغ الحكومة. هل تمتلكون أدلة ووقائع؟ شنو هاي الأدلة والوقائع أنه هو يصدر شيء ويقول الحكومة شيء؟ دكتور نجم، أكو مقولة شو تقول؟ تقول من أشكل المشكلات توضيح الواضحات. هو واضح أكو بوق، هو أكو بوق واضح. لا 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 لا، دكتور محمود، دكتور محمود أشار لك إلها مفردة تعزز قولي، إنه المحافظ شو يقول محافظ ياله؟ أكو منفذ حدودي في تهريب. أنت تعرف التهريب اللي عندنا في النفط الخام عندنا في البصرة شقد؟ وبعلم الحكومة وما تقدر الحكومة وبوصاية دولية نقدر نسمي شو تسميه سميه، خمس منافذ حدودية ليس تحت سيطرة بغداد ولا الحكومة الاتحادية. النفط مو فد غريبة، احنا ما جايبين قنبلة موقوتة وهسه جاي نفجرها. تدري الحكومات المتعاقبة انه هناك تهريب بالنفط وانه هناك صادرات ليس المعلن كالمستخرج والى اخره. يلجأ وزير المالية هذا البائس الى انه عرض عقارات الدولة الى البيع. انتو شبقيتوا بعد بالولد انه وصلت مرحلة تريد تعلن عقارات الدولة، وهذا القرار اللي كمجلس نواب يقف ويقطع الطريق عليه، انه تريد تخول مدير عام مدير عام عقارات الدوله ببيع عقارات الدوله بابخس الاسد، ترجع عقارات الدوله اللي مهيمنه عليها المتنفذين والاحزاب انه بحكي بعقارات الدوله. ملف خطر رجع فتحه وزير الماليه خلال هذه الايام.